ينضم إلينا الآن من رام الله خليل شاهين الباحث السياسي، مرحبا بك معنا أستاذ خليل. ونقرأ معك بداية في الموقف الإسرائيلي الآن من إمكانية وقف إطلاق النار وهذه المفاوضات التي يتم الحديث عنها بشأن تبادل الأسرى. موقع ولا الإسرائيلي نقلا عن مسؤول إسرائيلي يقول بأن مفاوضات وقف إطلاق النار ليست عالقة لأنها لم تبدأ أصلا. إلى أي حد وإلى أي مدى إسرائيل معنية الآن فعلا بوقف إطلاق النار أو حتى بتبادل الأسرى؟ يعني حكومة نتنياهو الآن في مأزق فعلي وحقيقي. نحن لا نسمع من فصائل المقاومة سوى 4 إلى 5 كلمات: لا وقف إطلاق، لا تبادل أسرى في ظل يعني عدم التوصل لوقف إطلاق نار، يعني عدة كلمات لا شيء آخر نسمعه من فصائل المقاومة الفلسطينية، في مقابل نسمع سيل من التسريبات المتغيرة والمتناقضة التي تضخ في الإعلام الإسرائيلي، تارة حول عروض سخية من إسرائيل بالموافقة على هدنة لأسبوع أو أسبوعين أو 3 أسابيع وأحيانا شهر، تارة عن إمكانية إطلاق سراح يعني أسرى من أصحاب المؤبدات، ثم يتضح بعد ذلك بأن المقصود هو أسيرين أو 3 أسرى فقط من أصل يعني حوالي 10,000 أسير موجودين الآن في يعني في سجون الاحتلال، وأكثر من 500 ممن يقضون احكاما بالمؤبدات، وتارة نسمع عن يعني اضافه يعني انسحابات جزئيه لقوات الاحتلال في داخل قطاع غزه، اي اعاده انتشار القوات الاسرائيليه، الكثير الكثير مما نسمعه يعبر في واقع الحال عن اللعبه التي لن تدوم والتي يلعبها نتنياهو الان، وهي لعبه الوقت، اي انه يريد ان يستخدم اي هدنه مؤقته لمده اسبوع او اكثر من اجل اعاده تموضع قواته في قطاع غزه، ومن ثم استكمال العملية العسكرية بقوة أكثر، تماما كما حدث في المرة السابقة عندما استخدم الهدنة التي جرى التوصل إليها وكانت متقطعة وتخللها تبادل العشرات من الأسيرات والأسرى في قطاع غزة وكذلك من الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، استخدمت من أجل يعني شن هذا الهجول الدامي من بداية ديسمبر حتى يعني الآن، بحيث يمكن القول أن هذه الفترة شهدت سقوط أعداد من الشهداء والمصابين والمفقودين تحت الأنقاض بشكل يعني يوازي أو أكثر مما شهدناه ما قبل يعني 1 ديسمبر، يعني لذلك أعتقد هذه اللعبة تعبر أيضا عن المأزق، لأنه لا يمكن لنتنياهو الاستمرار في محاولة يعني شراء المزيد من الوقت بالتصعيد العنيف والعشوائي الذي نشهده يعني حاليا، ومحاولة الإيحاء بأنه يخوض مفاوضات غير موجودة أصلا. هذا